الشخص النرجسي هو شخص أناني متسلط مغرور بقدراته بشكله الخارجي، ما بيقدر الحب والاهتمام، بيضحي بأي شيء لسعادته وليدافع عن نفسه وليحميها. إذا كان عندك أو عندك هيك شخص بحياتك وحابب إنك تتعامل معه بطريقة صحيحة، أول نصيحة إنك ما تبالغ بعطائه، لأنه هو شخص ما بيقدر للحب ولا الاهتمام. لا تتنازل أبداً بعلاقتك معه، لأنه ما رح يقدر كل التنازلات والتضحيات. بما أنه هو شخص قليل احترام، بهين الناس وبيعتبر أنه هو أفضل من كل الناس وأحلى من كل الناس، فبعلاقتك فيه حاول بأنك إذا كان هو يعني بالغ بإهانتك فأنك توقفه عند حده، لأنه قد ما بالغ فيها رح يرجع يعيد ويمكن يزيد هاي الإهانة. هذا الشخص ما بيقدر لا الحب ولا الاهتمام ولا كل شيء اسمه عطاء، فحاول انك ما تزيده وتقول انه ممكن يوما ما يحس بهذا الشيء ويقدره، لانه هذا مستحيل، ولا تتوقع لانك رح تنصاب بخيبة وصدمة. إذا كان هذا الشخص شريككم بالحياة فضروري إنكم تهتموا بنفسكم، شكلكم الخارجي، مهاراتكم، دراستكم، طموحاتكم، أهدافكم، لتكونوا أقوياء قدامه. حاول إنك لما تكون معه قد ما صار غضبك إنك تمسك أعصابك، لأنه هو شخص غير مهتم، غير مبالي، بارد، فحاول قد ما بتقدر إنك تطنشه ولا تعاتبه.